أعضاء المؤتمر العام هم ممثلي عن كل القطاعات والمستويات والمجالات والمؤسسات والأطر الحركية في أنحاء العالم، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في الساحات الخارجية، في كل الشتات الموجود في الفلسطينيين بشكل مؤطر، في أقاليم أوروبا، أمريكا، في الدول العربية، في غيرها من المناطق في العالم. الاتصالات بدأت من أجل ضمان حضور جميع الأعضاء من كل المناطق بما فيها قطاع غزة. الاتصالات جارية، ونأمل أن نوفق في عقد هذا المؤتمر بحضور الجميع، وأن لا تقف إسرائيل عقبة دون حضور الأعضاء من الخارج أو من قطاع غزة، أو غير إسرائيل أن لا تقف عقبة. المأمول أن يحضر الجميع، وهذا ما نتمناه ونتوقعه أيضا. بالتأكيد الكل يطمح أن يكون عضوا في المؤتمر، ولكن المؤتمر كما حدد تقريبا سقفه 1300 عضو، طبعا لا يستطيع أن يستوعب كل أعضاء حركة فتح وقيادات حركة فتح التي تعد بالآلاف. وبالتالي نقول عنه مؤتمر تمثيلي يمثل قطاعات من الحركة، يمثل أقاليم، يمثل منظمات شعبية، مكاتب حركية، اتحادات. حركة فتح طول حياتها في نظامها الداخلي تفصل من ترى أنه خرج عن سياسة الحركة، وهذا أمر أيضا شأن داخلي لا يناقش في الإعلام. لا أعتقد أن الإعلام يناقش من طردته حماس من صفوفها، أو أنا لا أدري لماذا يعني هذا التركيز على فتح ومن يخرج من صف. هناك نظام داخلي في حركة فتح، من يخرج عن خطها السياسي، من يرتكب حماقة، من يرتكب خطأ، من يرتكب جنحة، يفصل وفق النظام الداخلي. وبالتالي مسألة عادية وشأن داخلي. دحلان كما هو معروف فصل من حركة فتح، وبالتالي المفصولين لا يحضرون المؤتمر. و يعني طرح موضوع دحلان وغير ذلك، هذا يعني وسائل الإعلام تطرحه دائما بطريقة يعني أنا شخصيا أتضايق منها، وأعتبرها تدخل في الشأن الداخلي لحركة فتح. الحديث عن من يخلف الرئيس في الحواقع إحنا لا نتحدث عنه، الإعلام برضو شاغل حاله في هاي الشغلة، مين يخلف الرئيس، وبيسموا أسماء وبتداولوا أسماء، كله شغل إعلام. ما شاء الله الإعلام مش لاقي في هالبلد غير فتح يشتغل فيها، مين خليفة ومين مش خليفة ومين فلان وفلان وعلان، وبنشروا أسماء وبنشروا صور. يعني في الواقع هذا أمر يعني بالتأكيد يعني هو في الذهن، ولكن لا يناقش لا في الإعلام ولا حتى الآن في غير الإعلام.